من على ريد كاربت اولى فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي. ميرسي كتير. حلمي بيتحقق النهارده وانا واقف معاكي والله، انا بحبك جدا. شكرا، انا صرت بحبك قوي كمان. كلمينا طبعا عن الشياكه النهارده دي الاناقه ما شاء الله. انا اكيد يعني محظوظه انه عندي ستايلست موهوب اسمه سيدريك حداد، لانه ما عندي وقت البس فساتين، بقى بيبعت لي اياهم بالفيدكس على البيت بلندن، وكتر خير الله فات الفستان وسكر منيح. هذا اجى اصلا دغري على القاهره، حسن الرداد جاب لي اياه من بيروت، يعني شكرا حسن. ايه عن افتتاح مهرجان القاهره وقدم المهرجان وقبليه مهرجان الجونه، شايفه ازاي المهرجانات في الوقت ده؟ الحلو اولا انه المهرجانات بالقاهره وبالجونه مفتوحين، في وجود لهم منهم وهميين، وفينا نجي ونتسلى على الريد كاربت ونلبس فستان لرامي القاضي ونحضر افلام، وخاصه امبارح يعني نقدر نحتفل بالصناعات السينمائيه المصريه بالنجوم المصريين بواحد حامد وبمنى زكي وبكل النجوم يلي شفناهم امبارح، ومنى الشلبي ويسرى، ويعني كان الحضور متالق بالنجوم المصريين. يعني اكيد منى حبيبه قلبي، والسبيتش بتاعها كان كتير حلو، بس بفتكر وحيد حامد وشريف عرفه يلي عطيه الجائزه، كان يعني مومنت ما فينا انا انسي، لانه كنت متواجده وبشوف الاحترام يعني لنجوم من السينما مخضرمين مثل وحيد حامد وكل الصناعات السينمائيه اللي شفنا له اياها. هذا الشيء اكيد بياثر، يعني لازم نكرم الخبره والموهبه والموهبه المتواصله والطويله. يعني بعصر السوشيال ميديا يا الناس عم يشتهروا بعد 5 دقائق، في شيء كتير كتير حلو نحكيه عن الناس يلي مشهورين من عشرات السنين. رايا ابي راشد، انا للاسف شفت فيلم الليلة غزة منامو، وبنصحكم انه تشوفوه، انا بفتكر رح يكون من الافلام اللي يمكن تترشح بالاوسكار السنه المقبله، وفيلم الافتتاح ذا فادر كمان شفته، وهيدا اخر ريد كاربت الي، بقى للاسف مش عادي اشوف اكثر افلام، و200 متر كمان، يعني في كثير من الافلام انا حضرتها من قبل، بس السلكشن نوعيتها كثير كبيره. رايا ابو راشد انا بشوفها من اهم المذيعات اللي موجوده على اي ريد كاربت، وكمان برنامجها ما شاء الله مكسر الدنيا. بتحلمي بايه ثاني وانت اصلا خلاص يعني كسرتي الدنيا في مجالك وعملتي لقاءات مع كل الفنانين؟ انه الواحد حلو دائما يكون عنده طموحات واحلام، بس بفتكر انا احلامي اتحققت مع برامج مثل سكوب وذ راي ومثل Arabs Got Talent ومثل كل السفرات يلي قدرت اعملها وكل النجوم يلي قابلتهم بحياتي. ما بنكر الجميل على الناس يلي تعرفت عليها بحياتي، بقى ما بعرف اذا فيني احلم اكثر، بس لازم لاقي شيء احلم اكثر. السوشيال ميديا كلهم بيقولوا هو انت ليه ما تمثليش؟ يعني لانه ما عندي موهبه بالتمثيل، يعني الموهبه ما فيك تخترعها لانه عندك فولورز على السوشيال ميديا صرت موهوب. طب ما تعرضش عليك ان انت تخش مجال التمثيل؟ انا اذا منى شلبي بتقلي تعي مثلي معي بفيلم مش حلها، لا بس انه هي موهبه اكثر مني بكثير، يعني رح تغطي علي. مؤخرا او عامه مارتن سكورسيزي، لانه هو من المخرجين المفضلين عندي وبدي احضنه بعد، يعني منيح لي ما قابلته بعصر الكورونا، ما كنت قدرت قربت عليه، او كان يمكن اللقاء وهمي. احلامك ايه في 2020؟ رسالتك ل 2020، رسالتك تقول لها يعني انا بفتكر كلنا رح نرجع نتطلع على 2020 ونشوف انه كانت سنه علمتنا كثير كيف نعيش حياتنا بطريقه مختلفه ويمكن بطاقه ايجابيه اكثر، ونعرف شو المهم بحياتنا. اكيد كان في كثير سلبيات وكثير الناس تاثروا، وللاسف كثير الناس توفوا ومرضوا بمرض الكورونا، لكن لازم نتعلم من هالشيء ونعيش حياتنا افضل سنه 2021. انا بفتكر انه الكارما عم بيغير والايجابيه جايه، وسنه 2021 رح تكون كثير، يعني كل ما في سنه هيك عاصفه مثل هالسنه، السنه المقبله رح تكون ايجابيه على الكل ان شاء الله. رسالتي للشعب المصري انه انا بحبكم من كل قلبي، لانه بحس انه انتم بتحبوني من كل قلبكم، وعبر السوشيال ميديا وين ما اروح، بالمطار، هون على الكاربت، بالاوتيل، بالمطاعم، على الطريق، كل الناس. بس انه الحب هيك المتجرد يلي عنده اياه الشعب المصري ما بتلاقيه غير مطرح، يعني بجننوا.